هذا البرنامج برعاية مشروب الطاقة فايربول. هلا وسناب، شلونكم اليوم يم أصدقاء الطيبين وأحلى شباب أصدقاء الشباب؟ عار عار ليش يدسون؟ زوجتي بس لحظة. الو حبيبتي، انا يم اصدقائي قاعد. تقول حبيبتي وانا قاعد يمك؟ الثوري ما ظل وقت، يلا حبيبي يلا بسرعه قاسي. لا 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 والله قاعد يم اصدقائي يا بنات. منو انا؟ براد بيت قاعد يم بنات اثنين. والله مره بعزم. لا 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 بس اسمعيني، اصلا انا قاعد يم اكبر خشم، هذا اكبر خشم بالعراق يمي، وهذا ثاني اكبر خشم بالعراق. روحي لقيمه قاسي تاخذينه مني. والله العظيم اصدقائي حقيره سدت بوجهي. ليش ايش تسوون؟ شنو الشقه مالتكم هذا؟ ما يصير هيك. صدق؟ اي طبعا صدق يا اخي. شقاكم مو حلو، لعبتوها لنفسي، خليتوا لي مي بالمرقه، حطيتوا لي فلفل بالزلاطه، اجيتوا صبغت السياره حزام. بشرفكم وهذا شقة هذا؟ شكو اثير شبيك؟ غدني شقه وياك سويتها بالملح ويانا، ما يصير هيك. تدي نطلع من حياتك؟ راح نطلع. يلا قوم 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 قوم. لا 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 قوم قوم بدعوا. يلا بسرعه. والله بس تحس شكو. ها والله انت الشاقة اعتياد. ايش بيك؟ ها يعني راح تطلعون من حياتي؟ طبعا. دي جي هيك راح احتفل اذا طلعتوا من حياتي. الناس السلبيين اطلعوا من حياتي، واول واحد انت العجوزي. ايه انت تحكي وياك، انت العجوزي اللي خبصتني كل ساعه. انطيني سيجارة تلك الجداحة، انطيني من يمك النفاضة كنك لي بعد اجي احك لك ظهرك. كافي عجز واطلع من حياتي، اطلع من حياتي. ولي وانت الثاني اللي مخزيني، وين ما اخذك هيجي تفتح عيونك على البنات وتاكل الاكل، تباوع على البنات يسرى وترجع تباوع على البنات يمنى. ادري شاب بنك عمودية، طف البنكة وولي من حياتي ولي. وانت الثالث ايه انت، انت اللي بس تعتب. اخابرك انا زعلان، ليش ما تسأل؟ اشوفك بمكان عام. انا زعلان، ليش ما تسأل؟ اجل بيتكم. والله انا زعلان، ليش ما تسأل؟ ادري اجي اسوي بصمه يمك، موظفاني. اي ما اسأل واكرهك وموت من عندك. ازعل واطلع من حياتي. هوب هوب اثير شبيك بقوت؟ لان الشقه شبيك زعلت؟ يعني هاي شقه شان؟ طبعا شقه، والله شقه. بس انا مدى الشقه، اطلعوا من حياتي. دي جي خليني احكي بقلبي، اطلعوا من حياتي. انت المنافق اللي تمشي وياي تحكي على صديقي، وتمشي ويا صديقي تحكي علي، وكل ما تريد تحكي تقول والله انا ما اريد احكي، وتذب لك قنبله. ادري ايش تسوي لعده تضرب كرك. يا اخي بطل نفاق ولا تصير بلبل، وولي من حياتي. وانت اللي زارع الياس بحياتي، اللي مسود حياتي كلها. شرط اسوي تقول لي يا معود يا تعيين، هو البلد ما بيه خير، ايش عندنا باقين بالعراق؟ يا محمود هو العمر ايش باقي بيه؟ يا اخي اذا انت هيك يائس من الحياه، هاي من عندي تذكره وجواز، واصفر من العراق، واصفر من حياتي. وانت عين ابو العريف اللي مسوي نفسك تفتهم بكل شيء، ايش نحكي وتقول؟ انتو شو معرفكم؟ انا اعرف. نحكي بالسيارات. يا بس شو معرفكم؟ انا اعرف بالسيارات. نحكي بالطب. يا معودين انتو تفتهمون بالطب. ما دام انت هيك عبقري، خل اقول لك منو لازم تصير شله مالتك. جابر بن حيان واينشتاين والحسن بن الهيثم، سوي جروب على الواتساب وروح يمهم واطلع من حياتي. وانت المغناطيس، ايه انت اللي مشاكل الدنيا كلها بيك. يا اخي شو تصير بينا سالفه تقول ايه والله حتى اني اندعمت سيارتنا، ايه والله حتى اني صارت عندي قحه، ايه والله حتى اني راح انتحر، ايه والله حتى اني. ادري ايش اشكي لك لو ده سابق وياك، راح اقول لك شغله، راح اقول لك اطلع من حياتي وقول لي ايه والله حتى اني، وولي من حياتي واطلع. قلت لي راس السنه وين راح تقضيها؟ مش اطلع من حياتي. رحب بكم حلقه جديده من برنامج ولايه بطيخ. دكتور عادل، جهودك مشكوره، بتطلع هوايه وتسوي جولات، بس ما ادري يعني المشاكل اللي ده تصير بهالفتره مشاكل كوميديه، اراويك جزء منها. قاوم كب للنفايات، تحول مسرح بغداد في شارع السعدون الذي كان مقرا لفرقه المسرح الفني الحديث منذ سبعينيات القرن الماضي. واحد الثاني بعد ما يسعد لي فوق يوقف ما كامل، وواحد يموت يعني اذا ما هيك.
خلل كبير تشهده النجف بسبب مطالبة أحد المواطنين بغلق جسر الكوفة القديم، كون الأرض التي شيد عليها هذا الجسر تعود ملكيتها إليه. بيع جسر الكوفة في سنة 1094. أبو رحمة على واديكم أكو واحد يبيع جسير حتى الله ما يقبلها. جسر الكوفة باعوه بال 94؟ زين، بس سؤال، اللي اشترى جسر الكوفة بال 94 كان شو مفكر؟ زين شلون حسبوا المساحه مال الجسر؟ لانه الجسر 3/4 على المي، يعني هذا اخذ وصله من الشط. زين اذا اللي اشترى جسر عجبه يفلشه، شو يبني على المي مثلا؟ اسواق؟ يبني مول؟ زين هذا اللي اخذ الجسر اذا فلشه شلون راح يسيج المي مالته بالنهر؟ شو يراد له عندي؟ شو يراد سعد؟ بعد عندكم مصايب بالله. لانه يجينا من اوكرانيا بالبحر، فشهر شهرين بالطريق. الاخبار من اوكرانيا شو دفيت؟ سبحان الله، شلون البيض تجيبوا من اوكرانيا؟ ليش انتم غيرتوا الميثولوجيا العراقيه؟ انا اللي اعرفه اي شيء اوكراني العراقي يروح له، مو هو يجي تحديدا لبنان. يعني تجيبوا بيض من اوكرانيا؟ بعد فدوا تجيبوا من اذربيجان هم بيض، هي معروفه من اوكرانيا ما نجيب بيض، نجيب لحم. يعني هي البيضة شقد اكسبايرها؟ هو اكسبايرها شهر، طريقها بال 22 يوم. يا ابو مو داق لكم متوهمين؟ فعلا اكو فرق كبير، البيضة ما بيها اكسباير بس البيضة بيها اكسباير. واكو فرق ثاني، البيضة فاسدة بس البيضة هم فاسدة. ليش يسوون بالاعداد؟ انت ينطوك آلة تشلو تعزف بيها؟ شيش قص انت لازمك؟ اي نزل لي، نزل لي، نزل لي. هسه انت ايش تسوي؟ فهمني. انت جاي علي؟ قناة تلفزيونية مخلين التقرير مال البيض فاسد سيمفونية، التقرير الورد شي يخلون؟ انا عاجبني استقرارك من تجاوب، مع ان انا اعرفك ملطلط. هاي الآلة اللي تعزف بيها تعرف شو اسمها؟ طبعا. لا تقول لي كمان، لا اقوم اهينك. هاي ابو كمان. ابو كمان المنطقة الحدودية بيننا وبين سوريا مو قصدك؟ لا. لك بابا شو اسمها؟ شو اسمها؟ هاي كمان بس مشربي ديكسن. لا لا، هذا عنده طفح جلدي مورم. لك بابا هاي اسمها تشلو. تشلو يعني معناها اهلا بالانجليزي. هاي الآلة اسمها معناها بكاء الرجل الحر. قوم. وين؟ للدنيا الحر هناك، فرقع على البيض الفاسد، عيش حياتك. اي 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 صيح صيح، بيع 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 اي بيع. هو صوتك، صوتك لو صوت الاعداد. خلني اشوف كان مفيد. يا شباب أريدكم تتخذون أقصى درجات الحذر، لأن إحنا اليوم عندنا مسرح مال جريمة، ومو أي جريمة، جريمة قتل. يعني ما أريد أي دليل يضيع، ما أريد أي واحد ما إلى أي علاقة بالجريمة يدخل جوا، افتهمت لو لا؟ حموش يعني شنو تعود ناعم مثلا نظام روحك؟ اطلع سيدي. شلون شفتني بعد؟ وين نظام روحي؟ ما تقول لي ثقتك العالية بنفسك عاجبتني لك بابا. ذا أنت نظام روحك بالتانك مال باب الشرج تبين. يعني بعد ما نظام روحي سيدي؟ لا طم روحك حبيبي، خاطر ما تبين. يلا يلا خلينا نفوت الواجب مالتنا. بابا حموشي ليش واقف؟ فوت ويا جماعتك. سيدي ما اقدر اشوف هذا المنظر. يا منظر حموشي سيدي، دم وجثه، انا اشمئز. عين ادهم النابلسي، اضغط على نفسك شويه وفوت خلينا نشوف شغلنا. سيدي الا اقول لك انا عندي فوبيا وتقلب معدتي. تقلب معدتك؟ عندك فوبيا؟ ومن نسوي هذا التشريب؟ هاي الصفريه ما تشريب اللوبيا تفرقع فوقها نص تنكدين حتى سي اويل تحط بيها، شنو شعورك؟ سيد صدق انا جعت. كم عنده فوبيا ابو التشريب اللوبيا؟ يلا امشي قدامي. ما سيد ما طب ما 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 لك شنو انت جاهل طفل؟ دا اسبحك، عندنا لعبه ما طوبه لك بابا، شغلنا خلي تشوفه. زين سيد ابا من ورا السياج. اي مو عندنا عرس حموش. وقف عدل، سوي دك هيك، هاي منا سوي هيك، ميل ميل منا، بعد 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 بعد، هكذا يتحول المنتسب الى قوري. غالي وغالي، رزق ورزق عائلتي،
يعني الشرطة، يعني قلبي وغرابة، يعني رجال القانون، يعني قوى الأمن الداخلي، يعني بغداد الأمان، يعني أفرش ونام. وأحلى تحية من النجدة للنجدة، وأس طويل، وأحلى ورقتين محروقة الكامل مفيد وشايل بويا شايل رزق ورزق عائلتي. شاب وين احنا؟ بالملهى؟ لك مو واجب عندنا وشرطة وده تشوفنا داخلين لنا تمنوا وش عندك هنا؟ قلبي وغرابة. اسمح لي أقدم لك نفسي، أنا الشاعر أبو الذوق الحزين، صديق كل من بهاء وعلاء وولاء. ويهديها إلى سميرة وأميرة ونميرة. أدري استقر عيني على محسن، اش عندنا استوديو 10؟ لك بابا انت شو تسوي هنا؟ سيدي يعني هذا مصابي المرحوم ضلعي، قلبي وغرابة والله. بالرغم من اطلالتك الببغائية وأدائك الأوفر، هذا الأداب كل فاتحة تجيب بي لايك، بس أحس مشاعرك صادقة. سيدي احنا شنو نظل نسولف نشاقة؟ يلا يلا خلينا نشوف شغلنا. جاب لك محترمتك وجامتك شوي تاخذ شغلي. يلا بابا حمو شمشي شوف شغلنا. يلا لحد انا ايش قلت لهم؟ طيروا يا ابو يا قلب وغرامة. يا ابوي يا ابو بيتي يا ابو طول الحلو اللي جنب بيتي يا ابوي. جريمة قتل بالحديقة، انا اعرف الحديقة يشوم بيها. سيدان لازم اروح، الوالدة متخربطة وبس خواتي بالمستشفى. شوف لك هاي الكلاوات مالتك مو علي، تبقى هنا اليوم وبيتك اسبوع هنا، تعرف تهمت لو لا. اختي انا مقدر ظرفك وادري بيش تعبانه، اريد اشتهدين وتجاوبيني على كم سؤال خاطر نلقي القبض على الجنات. احكي لهم ابوي احكي لهم، الناس مو فارغه وراهم شغل وعمل. نفسك لك طببك هنا مو طردتك، لك انت شاب ترافيك لايت، لك انت البوتين مالتك جنحه. قصدك النايك دي نزله نزله لا اقلبه شفقه ولا بسب راسك، انت ايش عندك هنا يا ابوي؟ يا ابو يا سيدي انا هذا مصابي، انا انكسر ظهري، هذا المرحوم ضلعي، هذا قلبه غرابه. يا ابي هذا الطيب يموت، هذا يصير جوه التراب. هاي شلون دنيا معفنه؟ صدق الدنيا تغيرت سيدي، وين كنا وين صرنا؟ اي وين الاخلاق وين المبادئ وين القيم وين خواتك؟ طيح الله حظك، لك شو عليك انت بخوات؟ اي مو بالمستشفى واحد انضل بالي. هي صير خوش ادمي وروح لنا. يلا روح لنا المستشفى. جاب لك تعال قف هنا ما اسمع صوتك. كم لغت تحكي لي سولفي. سيدي قعدت من النوم لقيت ماكو بصفي، نزلت قلت خلي اشوفه وين ولقيته على هذا الحال. زين انت ما سمعتي صوت باب، صوت صياح، صوت بزونه؟ هلا لك شنو هاي الملاحظه؟ لك شنو هاي الخبره؟ من انت المفتش كرمبو؟ لك البزونه شعليها شنو قدامك؟ هزه تشزه عرق بلا مزه. اسف هاي خلص بعد ما احكي ولا كلمه. لا هذا مو راحه، لازم اطلع برا شمره. يلا وين شبيك سحلتني؟ شو صرت رجال براسي تروح شوف خواتك بالمستشفى؟ انت شعليك بخواتي يغربوا على اليمين. اسكت ما اسمع صوتك. اختي كملي لي، هو عنده عداوه عنده مشاكل؟ ابد سيدي، يروح بدربه ويجي بدربه. يا ابو يا قلبه وغرابه، تسال على هذا عنده عداوه؟ تشوف البجامه سيدي والله عمره ما مأذي نمله. سياده المحقق الملابس ما لها علاقه، هذا التيشيرت مالته كسه مو بيتخثر بالدم؟ خيمتي سمعتي يا ابوي احزام ظهري بلياك بالضيف بلياك يا ابوي اسكرت سكره بغيابك تعرف شلون؟ لسه بع الصبح ظليت اشمر. يا ابوي قلبه غرابه بعده عايش راسي. حموش قاعده الاخو قاعده هذا طلع ما ميت. اخ اخ يا ابوي غيبوبه باوعني هنا باوعني دي تشوف هذا الاصبع؟ اي تابعه هذا ايش قد؟ خمسة انه قاعد ذكي. سيدي هذول الرادوي قتلوني. ايش ده تحكي بعد بيتي؟ اس خائنة. لك من هذول الرادوي قتلوك؟ مرتي وصاحبها. والنعم لك بابا تخاف الضربة مأثرة عليك، متأكد من هذا الحكي؟ طبعا سيدي متأكد، هي ضربتني بالبوري على راسي وهو شمرني من فوق. لك مو ده تبالغ، هياتها البالكونة. هلا ابو الذوق الحزين شامره من فوق وجاي داخل وياي مسوي روحك فقير وتريد تشتغلني. لك اليوم اسقطك، اليوم العب بيك لعب، اليوم شقلبك اقلبك جواري بحرير،
اقلبك تليفون ارضي، اقلبك بلوزه بالرقبه، لك راح اقلبك حبل واشر عليك هدوم، اليوم انا على والديك. كل هذا راح تسوي بي يا سيدي؟ طبعا. والنايك؟ مو قلت لك راح اسوي لك يا شفقه، انت ايش بيش بابا؟ ليش تريد تكتلي الرجل شو ابو بيتك؟ مقصر وياه يا سيدي. مقصر وياك؟ اطلقي؟ ازعلي روحي يم اهلك، حاكي ابوك. رحت لاهلي وحاكيت ابويا قال ما عندنا بنات تتطلق. صح، هو ما عنده بنات تتطلق بس عنده بنات تقتل. وهنا تسكب العبرات، شفت سيدي ايش قد ظلمتني؟ ابوها تخلى عنها وقالها ما تتطلقين، رجلها مقصر وياها، المجتمع كله رفضها بس انا اللي وقفت وياها. افهمتني عيني هشام الذهبي، واكيد جيت على حصانك الابيض وانقذتها. لا بالسايبه، اخذتها كروه منا للسوق وابتدت قصه حبنا. والتقيت بموعد اخر من جديد. كراسيكم من حديد. وقعت بيت كامل مفيد، لك صدق كذب بشهرين 6 جرائم قتل، مره تقتل رجلها، يعني صار موديل المره تقتل رجلها بالليل. غير دنيا. انس بابا كذابه خائنه. شوف السيدي انا ايش قد مظلوم. اسكت عار، انت لو ما عار ما يعبر المي من جو رجليك ويصلون يتفقون يقتلوك يا اذول. وراح اقول لكم كلمه للتاريخ، اذا الحرامي صان الامانه واذا جبل غير مكانه واذا حموشي ما حب الاهانه، اليوم افضحكم جماعه الخيانه. مفوض وليد اخذهم اثنيناتهم للتوقيف. شو اسم المفوض؟ وليد. وليد اشرد بيك. يمه يلا على هاي. هاي شنو؟ كلها في الشكل فدنا. بعد ما رجعنا من الفاصل، اول فقره لنا بالجزء الثاني من البرنامج هي استطلاع علاء الابراهيمي. تحجون عليه بالتعليقات، انا ضامن من علاء الابراهيمي مو؟ راح اوديه الكليه. الكليه يعني شنو؟ كل 2 ولد اكو 5 بنات. الفرص حتزيد. بمكان ما يشوف ابني حيشوف 10. وخلي نشوف كم لقاء راح يجيب. طبعا منعس طبيت الكلية على الفاضل. خلي نشوف استطلاع على الخطوط. ها حبيبي حبيب قلبي. أسأل فيك عندك محاضرة على أساس ما تلحق. ليش قاعد هنا؟ يعني أنت سمعتي وقاعد هنا و... لا لا ما أقول لك. شنو معاناتك من عدم أجل عسل؟ أخي يجيب السبعة أنا خلفه خرب ما يصير هيك. شبيه؟ ينزع هذا بالسيارة والريحة تقتل ضلعي. عندك شلون يصير من تطلع الريحة؟ حضرتك ضابط لو طالب هنا؟ لا طالب. شمرتك ما ضابط يا أخي. ضابط متنكر يا أخي. شمرتك ما ضابط. ترحون للحانوت بالفرصة؟ عندكم اصطفاف بالكلية؟ 5 والله اطيق 5 والله اطيق 5 خيك لتعلسنا. هلا وعلاوي يا علاوي. عود اعرفك عود اعرفك عود اعرفك عود اعرفك كذي كذي كذي. شنو؟ هذا وجهك؟ ايش عندك بالكلية؟ شلون طبوك اليمنية؟ انت متوسطة وكلية قبل؟ هلا عزمك بالنادي. منو؟ لين ما تكلف انت. 10,000 اطلعوا وياكم لك. شنو السالفة؟ لي قدام 5 لقيت. ريكارد شو ما مشتغل هذا القلوب الاحمر؟ بعدنا بداية الدوام هم مباري. هذا كارتي ممكن تتفضلي للشركة. شوف 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 بعد دخلة مال عم يصير عركة على غاني لي. ايه طبعا طبعا لازم يصير عركة على غاني. زين منو اكثر واحدة تأخر بيتشن بالخط؟ اني. زين هم تتعاركون يا اهلي قاعد بالنص بالكشن الورا؟ لا ما نتعارك. انت يا مرحلة؟ اني مرحلة ثالثة. تحسك نزار قباني مال الكلية وهاي سعيد الحظ حافية القدمين. ممكن دقيقة من وقتك؟ ممكن دقيقة من وقتك؟ شردوا شردوا شردوا. ابو الكيه مش لع قلبك من يطبق بباب. لا لا زين زين. شو جاوب بسرعة خليني اسأل. يلا يلا روح روح. شنو هاي طلاب المرحلة الأولى؟ الضوجين منا بالخط؟ لا. دجاج انت وناديك بذاك الصوب واقف لك. الله الله. وناديك هل تشردونه بيظلهم. لقينا ابو الخط. شنو اللي ضوجك بالطلاب اكثر شيء؟ بس بنات. ها بس بنات. انت اريد انقلب روميو. هو كذب. هو يسمع يسمع ساجد عبيد بس يصعدن بس يصعدن البنات يعلق نانسي. مو عليك مو عليك. هذا هذا بالخط هنا لا قال. هم عدتش معاناة من أبو الخط؟ لو أنت مسوي معاناة لأبو الخط. إيه والله أنا أبو الخط هيتي. وخر هاي البنات وخر. ليش دائما أبو الخط البس شفقة على مود يبرز بالكلية لو شنو؟ لا والله ما له خلق يسوي شعره. هم يكرزون بالسيارة؟ كرزون. مدبرية دم. هنا الخبرة. التسول مال الكلية وباب الشرج مال الكلية هنا. أنت عندك سيارة لو خط؟ سيارة. أنت سيارتك شنو؟ ما عندي سيارة. أنت مصدق على مود السيارة؟ ها على فاضي. والله ما زعفت والله ما زعفت. أبو السندويتشات الغالي. لك شوف شوف الغمازات بدو.
علي فاضل مو هاي لحيت؟ قلت لك اكو تجمع علي كله كبير وما اقدر اشتغل براحتي. انا مصر صديقي دق علي لا تفضحني. ما عندش معاناه من ابو الخط ويا البنات اللي وياي بالخط. يا ولد بس الطالبات خلي اكمل الطالبات واجيكم. ها شنو عندك فرقه بين السحاب؟ عادي انا ما تعال تعال نرجع عليك. شوف ارجعك علي بس تعال خلينا نشوف هالبنيه وارجع لك. لا ممكن دقيقه من وقتك ترجع عليه بعدين. ارجع عليه نرجع عليه. ولد وياي بالخط اخذها 25 صار شهر ما منطنياهم. انت تجين بخط حضرتك للجامعه؟ اي بخط. ترى كلش طبيعي على الابراهيم يسوي لقاء ويا ابني. ادري بيكم ما مقتنعين ما مقتنعين بدون حسد بدون حسد. قد السياره حضرتك؟ اي يعني طاقه حضرتك. زين شنو معاناتك من التماسيح؟ اي هواي يزحفون والله. نزول عليكم رزق رزق اليوم. خط تجين؟ اي شنو معاناتك من الخط؟ كل شيء. عم تكرزين حب السيارة؟ اي كنا معكم من قلب العاصمة بروكسل بلجيكا علال ابراهيمي. خل اكمل البصمة. شبيك؟ ماركة ماركة. شباب بد نظارة ماركة وانا طاقين من قلب عاصمة بلجيكا بروكسل علال ابراهيمي. الو الو ها انت صار وينك؟ الله يخليك. ليش هالتاخير؟ مو خبلتيني يعني ابتليت على روحي لزمت خط مال البنات. يجوز بعدها نايمه. ايش عليك انت؟ احد سائلك؟ اي صدق يجوز بعدها نايمه. ها والله العظيم كلامك صح يجوز بعدها نايمه. تعلمي من عندها؟ ترى هي قالت نفس حكايتي. يعني انا جاملتك؟ اي جاملتني. غرام ماتي. انا خايفه من الشباب ما اعرف يمكن لي انا مرحله اولى كلهم يصارحوني احسهم كلهم كذابين. انا ما تقتلني بس لبني اللي تقول كلهم كذابين. اي ادري مجربتهم كلهم. ما دام انت مرحله اولى راح يزحفولك من الاول للرابع. بالضبط البنيه بالمرحله الاولى شلون الايفون من ينزل جديد عليه سحب. اي غير افتهم انت ليش تتدخل؟ شنو شنو هسه قعدتي ليش مستعجله؟ قعده على راحتك بالعشره وجيبولك الريوق لاول محاضره. لا اوه قهرتيني وضيع قلم الحمراء. لا تخافين هسه يلقوه بالسوق ويسيروه شو اسمه امك ويجيبولك اياه للبيت. اهو هاي بعد راح تتاخر؟ بالروحه تتاخر بالرجعه تتاخر بالدفع تتاخر. هاي المفروض يسموها انتظار مو انتصار. تنتظرها؟ ايش صار عليك؟ انتظرها كلش انتظرها حيل انتظرها لحد ما تنفصلون. اقول لك عافيه من نطلع لا تنسى توقف يمه بالمطعم. هم عروق وانا كطالبه كليه طريق عروق حمزه الفيتر يمنا يومين طريق يم العرب. عوف العروق نتريق يم قدوري. بنيتي تريق يم قدوري؟ بابا تشال السكينات؟ سمعي نصيحتي لا تستعجلين. انا بالاول حبيت واحد وطلعت باثنين وبالثاني حبيت اثنين وطلعت بثلاثه وبالثالث حبيت ثلاثه وطلعت باربعه. زين ليش الحب بدرسين؟ ابطال اوروبا تقول بقولين؟ وانت ليش مخلي اذنك يمنا؟ وانتوا ليش حاطين غراضكم يمي؟ مرتين بدلت الكوشنات من ورا صبغ الاظافر، والف مره قلت لكم حب لا تكرزون، لا تكرزون، ادري انا ماخذكم لكم خط لو ماخذ لك شور. رجاء مو كل مره تسوين هاي السوالف حتى انا اقعد بالنص. هالمره انا اقعد من يم الجامعه. شي قعدني انا بالنص ما تشوفين ايش طولني؟ بعدين انت هالقدوتك يصفطوك يخلوك بالتشك ماشي اصلا كلش عادي. انا انتظار ما ادري انتصار. احنا اسفين خاف قطعنا نومتك. لا عادي ما صار شي بس عافيه مو شغل مثل اغاني البارحه لان كلش ضوجتنا. ما عندك غربي؟ غربي والعروق زين عندك. لا تشوفني تعبان حيل. قاعدة بالتسعة وتعبانة حيل؟ لعد لو قاعدة بالستة شو تطلبين؟ يا قاعد رابط كافوري؟ حبك يدق بالراس. اي تقوليها عاد. من شو وقت حدك هاي المشاعر اتجاهي وضمتها علي؟ مو عليك، الاغنية. عافية وبس عود اوقف يمه بالمكتب اريد اجيب قرطاسية. انتوا تدرون الساعة بين صارت ترى اديتوني، لو ما اخذ لي خط مال روضة هواي احسن. اوقف اوقف، اشو انت اخذتنا حاصل فاصل، انت تتأخر عادي احنا ما نحكي بس احنا نتأخر، لا تنقلب الدنيا.
وبالرجعة تقول إذا تتأخرين 10 دقائق أعوفك وأروح. وكم مرة نشت الساعة ورا الدوام وحضرتك تيجي تقول التقاطع قافل. فوقها تحملين تدخينك ولا تقول أكو بشر وياك بالسيارة. وفلامك اللي ما تخلص مريض، السيارة عطلانة، عندي ظروف وما تجي، وناخذ تاكسي للكلية، وفوق كل هذا ما نحكي ولازم نسكت. هذا كله أنا مسويه؟ إيه يا غير أنا ما أحكي. دا أحس هالأيام موضوع الأبراج ماخذ هواية من اهتمام الناس. خلينا نشوف ذن الأبراج حقيقية. خلينا ناخذ برج لا على التعيين مثل برج الجدي مالتي، يعني أقصد مثل برج الجدي. يمتاز برج الجدي بأنه شخصية قوية مرتبط بعائلتي أنا أشوفه وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيط طويل الأمد. ضرغام هم جدي، معقول هذا الحكي ينطبق؟ أوكي. ومن مميزات شخصية برج الجدي أيضا الدقة في المواعيد وحبه الشديد لعمله، تحديدا تلك الأعمال اليدوية. فعلا أنا كل ما أقعد السجادة بيدي أقعد أنسجها، ما أقوم إلا السجادة كاملة. عيوب برج الجدي وينك عيوب؟ عيوب برج الجدي وهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل العزلة ويفضل البقاء في مكان هذا. افتهمنا المكان هذا. ومن سلبيات شخصية برج الجدي أيضا تأخره باتخاذ القرارات الحاسمة. يتصف برج الجدي أيضا بالديكتاتورية سيل الولد والتمنع وقلة الثقة بالآخرين والخيال الواسع والغرور الشديد. بعد ضربني راجدي خلاص، من أي علاقة بالأبراج؟ لو تنقلب الدنيا ما نسوي أي شيء عن الأبراج. إيش ظل بالوقت؟ يعني أنا أكثر شيء أكرهه بحياتي الانتظار. لا والله أكثر شيء أكرهه الزواج. غير تطلع الملكة. ها؟ احترقنا؟ ما مقتنع. شنو ما مقتنعة؟ بشرفك كل هذا تبديل؟ هو أنا شو تأخرت؟ هي ساعة وعشر دقائق. 70 دقيقة؟ للسبعين دقيقة تبديل مال مورينيو مو تبديل ملابس. غير هسه يلا اقتنعت بتنسيق الالوان؟ تريد الصدق؟ بعدني ما مقتنعة. انطيك 4 دقائق وقت اضافي بلكي تقتنعين. شلون انا ببرج الحوت؟ شلون يا ربي؟ المفروض اللي يخطب يروح يسأل البنية انت يا برج يا الله يقرر يخطب. اشتعلت لاشتري الحوت. برج الحوت؟ حبيبي انت صاير هواي تؤمن بالابراج. حبيبتي اللي يتزوج يؤمن حتى بزومبي مو بس بالابراج. زين حبيبي هسه وين نطلع؟ بكيفك حبيبتي، بس المهم نطلع نطلع نطلع، المهم نطلع. حسن عزاني؟ ها؟ عزب عينك رهان. الف مره بس ليش شكو؟ تقولي بكيفك؟ يعني بعدك ما محدد المكان؟ غير تقولي قبل اسبوع على مود نحدد وين نطلع؟ الجواب ايش قايل لك؟ اختاري وزير الدفاع؟ خلاص خلاص العفو عمي العفو. خليها علي أنا أختار. أكو مطعم جديد ويشغلون بيه لعبات ويقول لك أجواء كلش حلوة وهادئة ونروح. ليش خسرانين؟ وينطي قلبك؟ شكو؟ ويهون عليك؟ لك شنو تطلقنا؟ ينطي قلبك تحوف المطعم اللي تعرفت بيه علي؟ لك ما بعدنا حصة بيه؟ صار سنين نقعد بيه وحتى من صاروا عندنا جهال رحنا له. هيك تعرفه وحده؟ لك شنو عايف اخويا بغرفه العمليات؟ هو مطعم وصار قديم، صار قديم كافي. اي بابا ليش صرت عصبي؟ انت ما تحبني. احبك والخلق حواء، بس عوف الحنين مالتك، عوف الحنين. حنين؟ اي هو هذا برج الحوت. ايش قلتي؟ لا اقصد احنا البنات كلنا حنيه. لا قلتي برج الحوت. اي انا افتخر برج الحوت، اقل احنا كلنا انوثه ونحب الالوان. ابدل الحذاء لو حلو. بدليني أنا مو حلو، بدليني. لا حبيبي حشاك. لا اعتبريني حذاء وبدليني. لا حبيبي حشاك. وليش تعتبريني حذاء؟ أنا أصلاً حذاء، بدليني. لا حبيبي حشاك. لا مو حشا يا بابا، بدليني. بابا؟ يعني مو حبيبتي؟ يعني أنت بعد ما تحبني؟ أنت مو تعرف برج الحوت حساس ويتحسس من الكلمة؟ شلون ما أعرف؟ برج الحوت عندهم حساسية حتى من البنسلين. بابا بعدك تحكي بالأبراج. أنا أحكي على الأبراج؟ أنا أحكي بالمصيبة اللي وقعت على رأسي؟ أنا أحكي بآلامي؟ أنا أحكي بعذابي؟ أنا أحكي بحزني؟ ليش تبكي هسه؟ ليش؟ شبيك؟ حبيبي مو قهرت عليك، وإحنا برج الحوت يعني ما نظلم أحد، وحسيت إنه أنا ظلمتك. والخلق حواء ما ظلمتيني، بس امشي. حزين؟
مع الحركه فد مره اخذ لك راجلي بابا انت ما تحبني. ها ماكو نتيجه عرفت. اقول لك حبيبتي برج الحوت مو متشائمين؟ اي صح ويؤمنون بالحظ وبالاشارات وبالخيره وهاي السوالف. اي صحيح. مو لمياء بنت خالتي قالت ريهام راح تتطلق؟ عزب عينها خطولي اصلا انا وياك حنشيب سوا. شوفي هاي اكبر مشاكل برج الحوت. شنو اكبر مشاكله؟ خيالين. ذيك الحلقه اذا تتذكرون من قدمت مشهد محمد اياد قلت لكم راح يدخل ترندنج وفعلا دخل ترندنج. يا سبحان الله هسه مشهد وسام راح نسمي هذا المشهد راح ده يخطب وحده فمات ابوها شاهد قبل الحذف قصه حقيقيه. خلينا نشوف هم راح يدخل ترندنج. الله بالخير. الله بالخير اغاتي رحم الله والديكم. الله بالخير اغاتي. نخلين نخلين احنا جابتنا سمعتكم الطيبه يا هلا. وادم وحواء كان عندهم رساله. السلام عليكم. وعليكم السلام اغاتي. انا واقف برا وسمعت كلامك الطيب هو اللي خلاني افوت جوه. مع احتراماتي لك ممكن تنشب؟ هاي شنو هاي؟ يعني انتم ولا تقضون على العائله؟ ذاك يوم من جو خطابه وما تبوك خاله بالرجال هسه تطبقت تقدر تنزل براحتك. شو وقت تطردهم يا خالي؟ خالي شلون اطردهم؟ شنو الحكي هذا؟ جايين وجايبهم هذا الخير يخصني. اخوي بلا زحم عليك، خليك طباب خير. يا طباب خير، ابنك افقر انسان باسيا، هاك اكو واحد يجي يخطب، حاط الحلقه مالته هنا، بابا تنضم بالجيب. هذا منو؟ هذا الزلمه جوارينا، بس هو يدخل نفسه بكل شيء، يعني اذا واحد عطس هم يدخل روحه. ورا ما طلعت الأربعين مال ابوك، من جو انا خطابه، السمك مال الاحواض مال اخوك، كلهم ماتن. هذا الحوض راح يموت. اقول لك؟ هسه شنو المطلوب من عندنا؟ هو اطردكم وهذا يقعد من النوم. شنو اطردهم خالي؟ بعدين هم جايين وجايبين هذا الخير مو قلت لك يخصني. اقول لك هالخير وين الهندر مال تحت قاعده؟ يا جماعه امسحوها بوجهي، يعني هذا جيران ما نقدر نحكي وياه. لا عمر تقول حكايتي انا. قول عمي. عمي ترى الدنيا دولاب والستره مربعات والجواريب مشجره. الحذاء شنو رايك بيه؟ اي لا حلو الحذاء. لا عمي احنا نختلف عن الباقين. عمي يعني مسوين عرض محل مال اصباغ خطابه. لا حبيبي لا احنا جيناكم من الباب. ابو يوسف بس الباب الخارجي وقع، اتمنى اثنين من الجماعه يشيلون الباب. بس زين هذا الخاطب ما يكلفه ما شاء الله، جايب فنجان مال قهوه وياه، مدري وين ماكينه مال قهوه. اريد شوي اسبرسو تقدر؟ العارات تلفي. استغفر الله. خويا احنا قاعدين بهواي مجالس. والنعم. وكل القضايا حليناها بالكلمه الطيبه واللسان والمحبه. احسنت. بعدين الولد شاغول وسبع، وادم وحواء كان عندهم رساله. مع اجل احترام وتقدير لحضرتك اتمنى تنشب. هاي شنو هاي؟ ابو يوسف خالد ترى المحاوله الخارجيه طقت مال المنطقه. لا والكهرباء بعد 10 دقائق طفوها وشهر لو تصلح لو ما تصلح، لو تطردهم لا يوقعون بيوتنا علينا. خالي شلون اطردهم؟ مو انا ساكت الخاطر هذا الرجال الخير. لك عمي انت ما تفك من يمنا يا اخي، ما تولي. عمي الله بالخير عليك. الله بالخير. عمي احنا جينا متعنين عليك. يا مكثر النسوان بس تعنينا بس لك. قول ليش؟ ليش؟ قول ليش؟ ليش؟ قول ليش؟ احسنت عمي، انتو سمعتكم طيبه وصيتكم واصل بالخير السابع جار. ابو يوسف حبيبي ها بس الولد بالمنطقه طشوا فيديو على ابتسام بنت خالك عيد ميلادها. لا قول ليش؟ ليش؟ لان انت فقر. احسنت. اكو واحده لابسه اسود ما شاء الله نفس الجسم. يا بن هجم بيتي والعرض الطشاره. عمي خلنا نحكي بالحاضر والغايب بسرعه ونفضل هاي الخطبه الفقر. تامر تامر وتدلل. خويا احنا جايين نجمع راسين بالحلال نفرح مع والديك ووالديك وادم وحواء كان عندهم رساله. اتمنى تحترم نفسك وتنشب. تفضل تفضل تفضل. ها خالي ابو يوسف ذول الشرطه جاي يفتشون على سلاح بالمنطقه، اذا تبقون تحشون بالخطبه بعد ربع ساعه ياخذون اربع ارهاب. مو تقول ما قال. يا الله شرطه هذا شيء ايجابي. مع فائق احترامي لك انشب اطردهم رحمه لوالديك. خالي شو اطردهم وانا هذا الخير الجايبي وياهم كاسر ظهري. لا هاي برون برون هيك هيك. يلا خاله بعدين نفتش ورا الخطبه. فضوها عاد راح اطردكم والله العظيم. اخوي تسمح لي؟ احكي. عمي اسمعني. قول. عمي خلينا نعوف الاخلاق والشرف على صفحه لان انتم عائله سقط وشرفكم بيليك. قول ليش؟ ليش؟ لان لفيناكم. احسنت. عمي علميا لازم اتزوج مره من عندكم غريبه،
لان زواج الاقارب بمشاكل واحنا كل شيء على المشاكل الصحيه. مع فائق احترامي لك اتمنى ينشب. احسنت ابو يوسف، ترى منتشر وباء بالبيت هذا وجايين الصحه جاي يفتشونه. تفضلوا 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 ونبدا بهذا شوي. يم يم مالك علاقه، انا اعرف هذا عندك كثر الوقت مالته. هذا خاف قاطع ناريه، هذه هذا صار له 19 يوم نايم ما شاء الله. راح ادخل على البيت افتش النسوان. وين تفتش النسوان ولك؟ يوم ابتسامه طلعت باليوتيوب بقت على النسوان. باو عليك تقعد لهسه اقوم ابتلي بيهم. ترى انا فوتتهم على مودك وحكيت وياهم على مودك. فقعد ابو يوسف، مع فائق احترامي لك اتمنى الاخ ينشب. هذا الرفوش من الخبصتنا به؟ ها هذا الزلمه يعود لنا، هذا رجل بيت نوسام. يعني متزوج عصاره ما تشنجات لو شنو؟ واحد من عمامي اسمه نوسام، وهذا الزلمه متزوج بنته بيت نوسام. يعني شلون خطفها براجيته؟ بنته جت بحضن نستان، هذا بونستان العزيز. بونستان هذا مو مسكن مال اسنان؟ اقول لك الرفوش ما لقى عندك طفل مال مفاصل؟ ركبت توجعني ما اقدر انام عليها بالليل. شنو زلمه مستشفى عام هذا؟ يا جماعه انا الخاطر هالرجال الخير والخاطر هالوجوه الطيبه راح ادخل اسال ابنيه واشوف رايه. يا ستر يا الله يا الله يا الله يا ماكش. شنو مسويك باليابان ما تهتز؟ ابو يوسف ذول اذا بقى ربع ساعه يحشون بالخطوبه ترى نغلب اليابان 6-0 بالزلازل. خالي احنا ما عندنا نسوان للزواج. طلع برا يدري واني ما اتزوج. لا انت موضوع كمي، انا زوجك. اك قلب هذا الالبوم، عندي عربيات اوكرانيات، لا اوكرانيات بعد ما مستورد، اذربيجانيات عراقيات، كلها على الطلب وعلى المدير. شوف اللي تعجبك وقول لي. هاي شنو زواج معارض؟ مع احترامي سؤالك اتمنى تنشب. هذا الزواج شرعا موجود. طبعا نسيت اقول لك وياها فندق ويومين وتطفر مليونين دينار. يعني هسه انت مقتنع بهذا الزواج؟ طبعا مقتنع. يعني تقبل اختك يزوجوها هيك؟ تنطي اختك لهذا؟ طبعا اعطيها، يدلل بفلوس مو ببلاش. تليفون من قصتكم شنو قابل فد معضله؟ الو. لا ماتت. لاقيكم بالترند العراقي، نروح الفاصل. اول فقره عندنا بالجزء الثالث من البرنامج التعليقات. اول تعليق علاء الابراهيمي، ايش خبصتوا نبي؟ ما تقولوا لي ايش خبصتوا نبي. علاء الابراهيمي فتشي وانسان عنده امكانيه ولا يهنون كادر ولايه بطيق. يعني دول لا بطريق ولا بطيخ. علي فاضل استحلفك بالله احكي عن الجراجات اللي تبوق من المواطنين، منها جراج اللي قدام تن 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 ياخذ 5000 ومن السيارات دفع الرباعي و 4000 من الصالون، والجراج اللي بفرع مصرف الرافدين نن 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 يعني حتى لو توقف سيارتك بنص ساعه ياخذ 3000 ويقول لك وصل، هو اصلا مقاس وصل. وامثالها كثير. تحياتي استاذ علي. موقفين الكومنتات على فيديوهات البرلمان مليان، خوفكم مليان. صدق اخوان بالنسبه للكومنتات بالموقع مال البرلمان ايش عجب انقفلت؟ ايش عجب؟ مع انه احنا قلنا جمهورنا الحبيب يروح يعلق على الفيديوهات مالتكم ويقول لكم وين الغيابات؟ يعني خلاص ما راح تنصادون. اصيدك اجيبك للدروب، قلت لك اجيبك. ويانا تعليق لاخ يقول شو هذه الايام ماكو فاير بول مال كروانجي، لو مسوين عليه مسابقه وسحب سياره وتردون تقطوها لكم قط. باقيين الاسئله مو فعلا كروانجي مسوين الفاير بول صفحه على الفيسبوك، تقدر تدخل على هاي الصفحه وتنزل صورتك الشخصيه وتكتب عليها اسمك الثلاثي، تكتب هاشتاج فاير بول بالموقع. هناك راح يختارون 10 اسماء، كل اسم راح يربح 100 دولار. هذا مو اعلان ترى، ابدا مو اعلان. ستات علي ليش من عندنا رياضه تاخذ درس ام سلاويه؟ عالج الموضوع. هذا ارميني اوكراني، هذا شنو علاقته بالبيض الفاسد اساسا؟ الموضوع ما اعرف احله والله، كان حليت لك الموضوع. علي فاضل شوف لي شار اختي تحب بنزيما. فزيت يا بني. هذا كابوس لو تعليق هذا. حلو لا قوة إلا بالله، لا حلو قوة إلا بالله.
من نور فريد، بنتي عمرها 3 سنوات بس من أكبر معجبيكم، وهذا سبب سعادتنا. البارحة اللي الكل أدق عليك انت ما تردين، اطب على ستورياتك القهوة، واذا راح وش يصير اللي يروح خلي يطير، ادري انت حابة شاب بلبل، فهمين البارحة شنو تسوين؟ حبيبي امو كنت البارحة احكي ويا حبيبتي صديقتي نسومة. حبيبتها نسومة، اذا هذه نسومة بعد الجالي منو؟ اذا انت هيك حساس ما جيت سألتني شبيها، مو تدري اني صديقتها ومسيطرة عليها، وبعدين كان جبت لها هدية مثلا دبدوب شلب. هو وصلت لهالمرحلة؟ أسألك هي هنا الخطة، أنا ما أريد طرف ثالث يدخل بيناتنا. قصدك علي؟ مو عليك عاد شلب. حبيبي أنا ما محتاجة هدية، بعدين تدري أنا البارحة فكرت؟ إحنا ما متغدايين. نسمتي جاي السمنين يمي، البنية هستوها بدأت تحب، هاي بنت الحلال. أنا هاي بنت الحلال مدى أرتاح لها، أحسها غلطة. اوكي لا تضوجين هسا انا رزلت يا لك حبيبي ايش كاشير شنو ترزلي اني 100 مره قايلت لك نسمه خط احمر ما تضوجها حبيبتي انا كلش اسف بس هسا خلينا نحكي بمستقبلنا انت حكيت ويا اهلك انت شو وقت ناوي تجيب اهلك وانت شو وقت ناوي تطلعين من حياتنا الخطوبه تصير بقاعه ليش عيني انت وين سويت الخطوبه ماتك سويناها بالبيت حتى فلوس لبسي ما كفت بس كنت اتمناها بقاعة وانت جاي تحققين احلامك براسي المارداني هاي بنت الحلال حبيبي انت ليش متوتر ما متوتر ها حبيبي ترى نسمة تحبني ودائما اقتراحاتها تبني لي حياتي وتفلش بيتي انا بعد ما اتدخل الظاهر تدخلاتي تأذي حياتكم شوف حياتي انا الحنة تدرين لا الحنة لازم انا اتدخل بيها لهنا وبس انت الخطوبة رديها بقاعة الحنة وين اسويها بملعب الشعب هي بنت الحلال خلاص خلاص حبيبي لا تصير عصبي احنا نسويها يعني بيناتنا انا والبنات لشنو بيناتنا هاي فرصتك اطلب شيء يسوى شريد اني اقصد شو تريدين انت خلي يسوي خطية منين يجيب انت شعليك هو يدبرها قبل انت كل يوم يا الزوجة هيو نسمش بيج داخل على طمع هاي بنت الحلال بالله تحنتك وين صارت اوقف خلي اتذكر احنا سوينا حنا لا سويناها هي حنا هي عرس بيوم واحد هي قوة انت مدفوعة علي بنت الحلال والله انت هاي بنت الحلال تقصد بيها غير شيء أنا كل شي ما أريد بس طلب واحد بسيط بيوم العرس أريد أروح للصالون أنت شنو تطلبين؟ غصبا ما علي وديش للصالون ده طلب شي يسوى ليش تعاي؟ باعي؟ خلي يسجل التاريخ خطيبك شي يسوي بيه هاي كل اللي أنا أريد مصلحتي ليش أنت نسمة جبارة أبو الفايز حياتك كلها ربح باعي ليش؟ تروحين لأهلك تقولين لهم أبو الهيل ما يجي وأني رايح نسمة هذا همطار هذا ثالث واحد يعوفني ده تقصديني بالكلام؟ لا قصدي عد شلب لقاءنا اليوم مع الدكتور ظافر ثامر نائب نقيب أطباء بغداد أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك قبل كل شيء أنا رحب بيك وراح نسمع هواي تفاصيل علمية اليوم بس حاب أنوه عن قضية بسيطة أمانة دكتورة شهد اللي استضافيناها بالحلقة السابقة ما حكت اي معلومه علميه كانت تمثل الناشطين اللي يتابعون حالات الاطفال فشويه الدكاتره زعلوا علينا وقالوا شلون لازم احنا نحكي لازم يكون معلومات علميه الجو كله لكم سولف احنا ما كان اعتراضنا على الحكي العلمي غير علمي طبعا هو حكت بكلام ناشطه لكن كان كلام غير دقيق زين بالبدايه خلي نوضح نقطه نقطه مثلا احنا جهاز البيت سكان احنا اللي نعرف اولا حقيقة وجود الجهاز من عدمه وإذا موجود شنو المعوقات اللي طريق الجهاز الجهاز للبيتا سكان هو جهاز تشخيصي يستخدم بتشخيص بعض الأمراض السرطانية يساعد الطبيب على التشخيص الصحيح وعلى إعطاء العلاج الصحيح هو قبل وبعد العلاج وبعد العلاج أيضا الجهاز دخل إلى مدينة الطب عن طريق العيادات الشعبية
واكو موجود بالقطاع الخاص، انه هذا الجهاز مو جهاز نفس الرنين او المفراز اللي انه راسا يدخل المريض وياخذ النتيجه مالته، لا هذا يحتاج لانه ماده اوليه، الماده الاوليه تتطلب انه وجود مفاعل لتفعيل هذه النظائر المشعه اللي يسموه سايكلترون. نعم، وهذه النظائر المشعه من تتفعل لازم تدخل الى جسم المريض خلال 24 ساعه، اذا ما دخلت خلال هاي 24 ساعه ما راح يعطي الفحص نتائج دقيقه. هل تشوف انه اكو كان تاخير بدخول وتفعيل عمل الجهاز ولا؟ انه ما طول احنا تحت البند السابع ما نقدر نستورد هذا الجهاز. زين، بعد ما طلعنا، بعد ما طلعنا هو اجى الجهاز، ولكن انه هذه اجراءاته قلنا اجراءات دقيقه جدا، اول منها السيطره على الاشعاع، لازم انه متن يصير به تسريب للاشعاع، وبالتالي انه بدال ما نفيد المرضى راح نصير سبب الى وجود مرضى من نوع اخر، راح نخلق مرضى جدد. اكو بعض الحجج انه الجهاز يتاخر عمله، والله احنا ما عندنا كوادر ومحتاج تدريب، مدى صحه هذا الموضوع؟ اختصاصات موجوده وتقدر تشتغل على هذا الجهاز، لكن يحتاج ممكن انه تدريب، انه تكون عندنا القدره الكافيه على عمل هذا الجهاز واعطاء نتائج مضبوطه ودقيقه. مرات احنا جرنا هذا، يمكن اذا سؤال ثاني اذا تسمح لي، ليش الطبيب انه يدز على فحص معين في مكان معين؟ طبعا هذا هنا طبعا هي تحت طاله تشكيكي، بعض الاحيان يقول لك انهم اتفقوا على المركز الفلاني ولا نسبه. وذكرت هي بالحلقه الثانيه على 20 ورقه بكل دول العالم المجاوره وغير المجاوره، الفحص ما يتجاوز 10 اوراق، يعني مثلا بايران بست اوراق، بتركيا وهي فحص الطبيب والكشفية مالتهم اللي هي ورقة تقريبا يوصل 8 أوراق، بلبنان في بعض المكانات 9 أوراق، في بعض المكانات 6 أوراق ودق. احنا من حق الطبيب العراقي أن يدز إلى فحص معين في مكان معين حتى يحصل على نتائج مضبوطة، خاطر يوصل إلى نتيجة دقيقة ومضبوطة. وهذا احنا دا نتعامل مو ويا مريض عادي، هذا مريض دا يعاني الموت. هل المشكلة الرئيسية كانت الجهاز ولا العلاج؟ مرضى السرطان بالعراق مهمشين إلى درجة كبيرة، مريض السرطان دا يعاني الموت، يحتاج لسرير، يحتاج لغرفة واحدة منعزل بيها، مو إنه عندنا مستشفيات تستقبل أعداد كلش كبيرة، لكن هذا المريض يجب أن عزله إلى غرفة واحدة، إلى حمام الخاص، إلى العناية الخاصة، لأن إذا مريض إنه دا يأخذ إشعاع أو يأخذ علاج كيميائي راح تقل المناعة مالته. خل أكون منصف، قد نكون في البرنامج ننتقد في بعض الأحيان بعض الحالات الطبية، وفي بعض الأحيان ننتصر للأطباء لأن هذا واجبنا، بس الطبيب العراقي حاليا سمعته وهو كطبيب دائما تحت الهجوم. إحنا كطبيب عراقي دا يدفع ضريبة نظام صحي متهالك مهين، يراد لنا نظام صحي جديد يكون يقدر المريض العراقي أولا وبعدين ينصف الطبيب العراقي. شكرا دكتور، أنا شكرك. أنا وأتمنى أنه الصورة توضحت عن هذا الموضوع الخطير، وأتمنى أنه بالأخير أطفال السرطان تحديدا هم اللي يعني يخلصون من المأساة اللي عايشين بها طوال فترة مرضهم. شكرا دكتور. جزيلا إليك، أتمنى بس أقول حكاية واحدة، إحنا نتمنى نطلق من برنامجكم أنه على غرار مستشفى 57-53 فتنبني مستشفى لائقة لمريض يعاني الموت، ممكن ننتشله من الضياع ونخلق إنسان جديد. مؤسسة صحية كل العراقيين، أنا اتصلت بأغلب الناس برا وجوا مستعدين، لكن نريد نرسم لها فد خطة عمل، وأتمنى أنه برنامجكم أنه يتبنى هاي الفكرة، خاطر أحد من المسؤولين أنه يساعدنا بتحقيق هذه، ما يحتاج لها قطعة أرض، حساب مصرفي وجهة داعمة لهذا الحساب ومسيطرة على هذا الجهاز. احنا أساسا عندنا هذا المشروع دكتور، وهسه بالكواليس نسولف إن شاء الله. نروح الفاصل. برو هذا شوكي تطلع على المريض راح أموت. مبدئيا خلنا نتفق إنه العار ما يموت. أنت شبيك؟ أنا عندي فلو. شنو تعيرنا عندك فلوس؟ لا فلو يعني فلوانزا. برو عرفت هذا إكسشينج وذر. والجو جاب على الصيافة. هاي عودة أمريكا ما تعرف إكسشينج وذر معناها تغير الجو.
whatever, bro. هاي سعاد، الثاني سعاد، الثون ما جبت هذا الكلين، سعاد جبت كلين كل هواية حتى للدهال. اي صدق كذب سعاد. لا لا سعاد انا ما انسى، لا عبالك. اقول لك ذبح. هاي شنو سعاد؟ ضربني. بوسني. دروح عمي دروح. بوسني. 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 بس اقعد رحمة لوالديك، بس اقعد هاك هذا الكلين مالتك. انا ودي. بس انا ما اعرف شلون اتعالج وانا ما عندي انشورنس. ليش انت شلت هالانشورنس؟ شفت فهمت الانشورنس شنو؟ ملايين غير؟ لا برو. هيلث انشورنس يعني تامين صحي، تعرف بامريكا يصرفون على المواطن بالشهر 10,000 دولار بس تامين صحي. يعني يصرفون على صحة المواطن شدة بالشهر؟ واحنا اصلا معتبرين تامين سيء. بس شو نسوي على مود المواطن ما يموت من وقت. برو انا اذا يعطوني شدة بالشهر اموت من الفرح مو من المرض. سعاد جبت لك هذا الحليب المدهش. جبت لك كل انواع، جبت لك هذا السليم، وجبت لك الشكل القديم، وجبت لك هذا الطويل، وجبت لك هذا الثريط. بعد تسردين سعاد، سعاد انا ما انسى سعاد. لك ثريط شنو ثريط؟ سعاد هذا ضربني. بوسني. بوسني. محمد روح. بوسني. بابا روح بوسني شنو بوسني؟ قبلتيها هيك سعاد؟ انا قلت لي برو، شنو نظام التامين الصحي هنا؟ ها سعاد ونسيت اقول لك جبت هذا الحليب المدهش كامل الدسم والله. عوفني عوفني. بعد تريدين سعاد؟ برو احنا النظام الصحي عندنا احسن من عندكم بهواي. النوت قلت هذا الوطن العظيم، وطن قلقامش، وطن حمورابي واشور بانيبال، والزقوره والكيه وحليم ابو جدر. وحليم ابو جدر سوق الصفافير. صفافير. وانت العار. ثانك يو ثانك يو. بس ما قلت لي برو شنو نظام التامين الصحي هنا بالعراق؟ العلاج هنا كله ببلاش بس ما تلقاه. واو امبرسيف. كله ببلاش بس شنو ما تلقاه؟ شنو يعني مسوي هدين مختفي؟ هدن قصدك؟ اي اي مختفي. زين المواطن شلون يتعالج؟ لا المواطن يموت عادي. سعاد جبت لك فطله بس على فكر كرسي. هاي هاي اي هاي 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 سعاد قبل انا تذب عليك سعاد صدري بس رجعها يا ولد بلا دحم عليك. هاي فين سعاد؟ هم ضربني. بوسني. بوسني. بس رحمه لوالديك روح. بوسني. بابا دروح روح. السطلة. بوسني. بوسني. هاي لتلح لتلح. با تعرف افضل نظام صحي وين؟ وين؟ سنغافورة. يوصل متوسط عمر الانسان 83 سنة. برو تعرف انا اخويا ماي 83 بي سكر وقرع تواصله من الدشبول لصندوق. او ماي جاد. برو ايش قد الاجره؟ لا خليها علي بس مرخصتك مرخصتك. ثانك يو ثانك يو برو. شنو ثانك يو مال دروب جاي صر مريك براسي مو دوله نفطيه وجاي تقطني الكروت تدفعها ما تلقى انت تدفعها. اوكي ايش قد؟ اوقف بياع ساعه النصر نفق الشرطه نفق المرعب يعني 25,000. 25 مال انا وانت؟ لا خلف اطلع عليك بس كروتك كروت انا ادفعها من جيبي. حكم الله. بوس انا شلون احل قد دواء مال فلو مال فلاونزا؟ دواك عليه انا راح اجيب لك اياه بس بالسر بس كل ما حد يعرف. انت برو بس يكلف 100,000. 100,000؟ برو انا ما اريد الدراجز اريد علاج علاج. انا لو الكوضن الفلو مشتغل كان ما احتاجك اصلا. انا اجيب لك اياه. برو هذا الدواء بس لازم تحميه من الشربه. ثانكس برو. هاي الفلوس. بس برو هذا شو اسمه الدواء اذا صار بيه فلو وانت ماكو؟ لبلبي. يلا مش بوسني. بوسني. نايم 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 علي فاضل صدق نايم. علي فاضل ما تخلي صورتي بالاستوديو ليش؟ ايش ناقصني؟ ايش ناقصني ما تخلي صورتي بالاستوديو؟ خلك صورتين وضاحك واحده كان وش ستره واحده مال المعامله مال بطاقه السكن. ايش ناقصني انا؟ ظل نايم ظل نايم على نومتك. حبيبي ابو مخلد أحبك وش يسوي؟ هو الطموح يتطلب لازم نغير الصورة.
بس عدله، بس لو نبدل هذا القاط سمائي يعني ما يقعد السماء وجه اسمر. يلا على العموم ما يخالف ما يخالف، لازم احقق طموحي كافي. وحيد ما عنده صوره بالبرنامج انا ايش عجب. عرفت عرفت، وكل مره يلقفني عرفت. حبيبي كموله حبيبي كموله. لعد ليش الواحد يشغل اخويا على مود هاي السوالف؟ شوفكم حلقه جديده. بس صدق دارونا غيابات البرلمان شويه، بس يفتحون التعليقات يمهم باليوتيوب يشتغلوهم. تصبحون على خير. هذا البرنامج برعاية مشروب الطاقة فايربول.